وحفظنا معنا المرسلين اليوم يعني كما تباتم معنا في توزيع 6183 وحده سكنيه اجتماعيه، فيه يعني توزيع سنعمل على توزيع تقريبا 15000 وحده سكنيه بين يعني مختلف الصيغ الاجتماعي وكذلك التساهمي والسكن التلقوي المدعم اضافه الى سكن لاديال، وهذه ما هي الا يعني دفعه اولى، تليها ان شاء الله في الايام القليله القادمه دفعات اخرى. لجان الدوائر تشتغل يعني على ملف توزيع السكنات، وهي اليوم يعني في مرحله جد متقدمه، في نظن باش 15 20 يوم سيتم الاعلان على العديد من القوائم عبر العديد من البلديات.